مع الفولتج السكندري تتناسب مع الفولتج. اذا the turns ratio is the same as the voltage ratio. هاي احنا اتفقنا عليها قبل هيك. اذا MP على NS بدها تساوي VP على VS. بس انا عندي VP بتساوي 6000 فولت وعندي VS بتساوي 10 فولت. يعني كأني بقول لما هاي تكون 6000 من هون بدي هاي تعطيني 10. فطبعا لما تكون هذه 0 هاي بدها تعطيني 0. لما تكون هاي 3000 اذا نزلت ل 3000 طبعا ما بتوقعش انها تنزل، هاي راح تعطيني 5 فولت. فكأنه هدول في بينهم تناسب، نسبة وتناسب. كل ما تغير الفولتج على البرايمري الفولتج على السكندري راح يتغير بنفس النسبة. اذا انا هون بدي 6000 على 10 وتساوي 600، وهذا بيساوي ايه اللي هي الريدكشن الفولتج ريدكشن ريشيو واللي هي نفسها التيرنز ريشيو. اذا انا بدي ام بي الى ان اس تساوي 600 مره، او الريشيو تبعتها 600 مره. هي الجواب لاول جزء من ناخذ الجواب للسؤال الثاني. اذا لما يكون عندي الفولت ميتر بفرجي 8.9 كانه عماله بكون الريدنج، يعني لما الريدنج تكون 8.9 على 10 فولت او على 10 هاي بتساوي كانها بتقول انه 0.89 of the full value. بس الفول فاليو اذا هذا نفسه راح يكون هو الفول فاليو تبع البرايمري. اذا the voltage on the برايمري في هذيك اللحظه لما انا عم بقيس 8.9 راح يساوي 0.89 ضرب 6000. قديش 0.89 ضرب 6000؟ احسب لنا اياها. 5340. 5340 راح يكون هذا. اذا انا هون شايفين كيف مش سيف؟ مش انت بتكون مطمئن اكثر لو انت استعملت هذا النظام؟ انت ما احتاج تتقرب على 6000 من هون، انت عم بتقيس فولتج صغير جدا هون، بس هذا الفولتج ميزته انه هو كانه ممثل ريبريزنتيف لقيمه الفولتج اللي موجود هون، واحنا عارفين الريشيو تبعت هذا الترانسفورمر. فهون اجينا قلنا انا عارف انه الفولتج على ال 5340. تعرفوا شو بنقدر نعمل هلا بهذا الجهاز اللي شريناه هون؟ شو في شغله انت ممكن تعملها حتى تريح حالك وما تضلك تضرب هذا الضرب اللي ضربناه؟ تطبع ورقه. تمام 100%. بامكانك الان تروح تطبع ورقه صغيره. فبتروح انت بتجيب ورقه حجمها قد حجم هاي، بتخلي عليها كلمه فولت وبتخلي هدول موجودين هون. بس بدال ما انت تحط 0 ل 10 زي ما هو كان محطوط عليه من هون، بتروح تحط 0 وهون بتحط 6000. فبصير اوتوماتيكيا انت بتقرا مباشره القراءه من وجه من الفيس بليت تبعت هذا، بتعطيك مباشره القيمه اللي موجوده هناك. تمام. في اسئله يا طلاب وطالبات؟ في حد بحب يسال سؤال يسال عن هذا أيوة. انا جد الموقف اللي صار والله سري، لا مش فجاه بسمع صوت إشي فقع والقاطع مش راضي يرفع، فانا فاتح من تليفوني يريد افور شباب طبايا سوري مهندس يا دكتور حقكم علي والله سوري. لا لا ابدا لا ان شاء الله تكون بسيط بسيط. جمجم سلامات سلامتك سلامتك. في حد من الطلاب طالبات بحب يسأل إشي؟ إسراء ماشي أمورك؟ واضح اللي شرحناه؟ ماشي. السؤال بس بعيد شوي عن الترانسفورمر. بس خليني أتأكد بس إسراء ماشي واضح كل شيء فاهمة؟ واضح بي. أيوة واضح. مثنى مثنى ومهند. أيوة تفضلي علان. تمام دكتور. تمام. أنا بحكي إني قاعد بقيس هسه على الترانسميشن لاين على سبيل المثال. فهسه مش من المنطق ولا من العقل اني اكون قريب عليه مثلا جاي عند عليهم ومعي هذا الاشي. فشو المسافه الامنه اللي تكون مظبوط الواحد عشان يقدر يقيس؟ مظبوط. لا انا مش راح اكون انا بس ببالغ شوي، ببالغ يعني بقول لك انك ما راح انك تقرب على الضغط، هو انت هو بعيد عنه اصلا. بس انا كمان ما بدي اسحب سلك، يعني ما سهل صعب اني اجيب فولت ميتر وادخل عليه مباشره هذا الفولتج العالي جدا، لانه هذا حتى الفولت ميتر بتعرف انه بيشتغل على المايكرو امبير، يعني فولت صغير جدا اللي بدخل عليه او الكرنت صغير جدا اللي بدخل عليه. فانا لازم اعمل طريقه معينه، احسن طريقه استعملها هو هذا الفولتج ترانسفورمر، لاني ما بسحب كرنتس كثيره. هذا الفولتج ترانسفورمر صغير، يعني يمكن يوسع على فكره من وراء على هذا الفيس بانل من وراء، هو قطعه صغيره بركبها من وراء، بس بدي انتبه انه انا واصلني فولتجز عاليه. بس كلامك مزبوط، انا مش راح اقرب، يعني المنطق مش معقول اكون متعربش طالع فوق بسلم وقاعد بقيس على
هذا. انا بس ببالغ شوي بالمبالغه يعني حتى اوصلكم الفكره انه احنا وي نيد تو بي سيف، يعني ما راح نشبك الفولت ميتر تبعنا مباشره على هذا الفولتج، بس بنروح نشتري فولتج ترانسفورمر. الفولتج ترانسفورمر لاحظوا ايش بتلاحظوا بالفولتج ترانسفورمر؟ عدد لفات البرايمري والسكندري شو بيكون؟ مين بيكون اعلى بكثير؟ سكندري اعلى عدد اللفات. لا برايمري هون بهاي الحاله عدد لفات البرايمري اعلى، لانه الفولتج تبع البرايمري اعلى من الفولتج تبع السكندري، فعدد لفات البرايمري اعلى من عدد لفات السكندري. تمام. هلا لو انا ما بدي اقيس الفولتج، يعني شبكت الترانسفورمر بس انا ما بدي احط، بدي اخذ الفولت ميتر، ايش لازم اعمل بالتو تيرمينلز اللي هون؟ اذا تركتهم اتركهم اوبن سيركت ولا اعملهم شورت سيركتينج؟ يعني لو بدي اشيل انا هذا يعني ممكن يصير لو اتركه زي هيك، اذا بتركه فاتح لو اجى مثلا اي شخص ممكن يتكهرب، ولو بترك يعني بس ما راح يصير في مشكله في الدائره يعني. لا ما في، ولو اعمل ان شورت راح يصير في عندي شورت سيركت، ترجع لهم شورت بالضبط. اذا في الحاله هاي السكندري السكندري تيرمز تبعون الفولت ميتر if not used they should be left open circuit. زي بطاريه، لو انت بطاريه ما بدك تستعملها شو بتعمل فيها؟ بتخليها open circuit ولا بتروح تعمل short circuiting على two terminals تبعونها ك voltage source؟ open open. تمام. إذا خلينا نحط الرول، هاي رول مهمة جدا. إذا عندي when not in use we must leave the terminals of the secondary of the voltage transformer open circuit. هو اصلا لما كان محطوط عليهم الفولت ميتر، الفولت ميتر هو له هاي انبوت امبيدنس. Remember that the impedance of the voltmeter was high impedance. اوكي تمام، واضحه هاي. راح يكون شيء عندنا مختلف لما نيجي على التطبيق الثاني او الابلكيشن الثاني اللي حكينا عنه. ماشي يا شباب، في اسئله؟ اذا هاي احد التطبيق، خلينا نرجع نكتب هذا التطبيق هون، نكتبه في هون لما كنا نكتب التطبيقات. اذا فولتج سامبلينج سيف ليفل هون، خلينا نرجع على هاي ونكتب هون انه كونكت فولت ميتر اوتبوت اوف الترانسفورمر. اذا الترانسفورمر ويل ستيب داون ذا فولتج to a suitable value. طيب شو بتتوقعوا التطبيق الثاني؟ التطبيق الثاني زي الفولتج سامبلينج او الفولتج ميجرمنت، بس هو عباره عن كرنت سامبلينج اور كرنت ميجرمنت، اللي هو الكرنت ترانسفورمر. صح دكتور؟ نعم الكرنت ترانسفورمر بستعمله بالاعدادات. تمام تمام. اذا we use a current transformer to measure the current in a high voltage circuit. إذن عندنا هون we use a current transformer to measure the current in a high voltage circuit. إذن هون اختلف تماما الوضع عندنا. كنا هناك بالأول نقيس voltage فننزل الvoltage من قيمة عالية لقيمة واطية، لكن هون عندنا العكس. تذكروا لما احنا نزلنا الvoltage من قيمة عالية لقيمة واطية راح يزيد عندنا الكرنت، بس بالحاله هاي احنا عندنا كرنت بدنا نقيسه في دائره، والكرنت اللي بدنا نقيسه بدائره بدنا ننزل الكرنت من قيمه عاليه لقيمه واطيه. بس اذا نزلت الكرنت من قيمه عاليه لقيمه واطيه شو بصير بالفولتج؟ تصير نفس قيمه الكرنت اول عالي كثير، بيرتفع. بالضبط بيرتفع هذا. اذا خلينا هلا نرسمها رسمه، ناخذ التطبيق الثاني. اذا هون ابلكيشن اوف applications of a current transformer. هلا راح تلاحظوا في كتير تطبيقات صناعية بيستعملوا التعبير CT، ومرات بتسمع الفني أو هذا بقول we have the CTs أو عندنا CTs هون، بختصرها ما بقول الكلمة الكاملة، فبقول كلمة current transformer بدل ما يعني يقول بالكلمة بالكامل current transformer. خلينا نرسم الرسمة تبعتها حتى نشوف، وبعدين ممكن نحاول نرد نجيب كمان رسمة
صورة عفوا صورة الهاي. افرض عندي أنا هون خط ضغط عالي وهذا خط الضغط العالي، بدي أقيس الكرنت اللي ماشي في هذا الخط. هلا مرة تانية نرجع للمختبر، لما أنتوا تكونوا في المختبر إذا أنت بدك تشبك أميتر كيف بتشبكه، إن بارلل ولا إن سيريز؟ سيريز. إن سيريز. ونفس الإشي هون عملنا، هاي شايفين إذا ملاحظين شوفوا شو عملنا، رحنا فتحنا الدائرة كأنه إحنا فتحنا الدائرة عند النقطة هاي والنقطة هاي وحطينا البرايمري تبع هذا المحول، وبعدين حطينا له سكندري هون، واخذنا هدول التو تيرمينالز وحطيناهم على أميتر بهذا الشكل. ونفس الاشي هون ممكن اختار اللون الاصفر هلا نقارن هاي الحالة بالحالة اللي كانت قبل شوي. هون احنا بايش كنا مهتمين نقيس؟ هون كنا مهتمين نقيس الفولتج، فشبكنا الترانسفورمر ان بارلل وعملنا ستيبينج داون للفولتج، فعدد لفات البرايمري كانت اكبر بكثير من عدد لفات السكندري. لكن لما اجينا هون انا هون مهتم اني اقيس الكرنت اللي في هذا الترانسميشن لاين، فاجيت فتحت الترانسميشن لاين فتحت الخط وحطيت ان سيريز ترانسفورمر ان سيريز، وانا هلا هون بدي انزل الكرنت، فخلينا نكتب هاي هلا نقطه مختلفه هون. اذا هون ان ذس كيس اختلف عندي الوضع، in this case we want to reduce the current but in order تذكروا مره ثانيه احنا حكينا vp على vs بتساوي is على vp، بس in order to reduce the current we must increase the voltage. تمام. اذا هون in order to increase the voltage we must have increase مزبوط we must have a larger number of turns at the secondary compared to the primary. اذا هون صار الاشي معكوس تماما عن الحاله الاولى. خلينا نشوف من هون، اذا هون راح يكون عندي عدد لفات صغيره، خليني اختار اللون الاسود، أنا هاي لازم أعمل لهم هذا يعطيني فاست سيلكت، نشوف نحكي مع أنس كيف نعملها بعدين. فأنا هون المحول عندي راح يكون في عدد لفات قليلة في البرايمري، راح يكون في عندي عدد لفات هلا. نرجع نسألكم سؤال، لما كنا نحكي عن الفولت ميتر إيش الانترنال امبيدنس لفولت ميتر؟ very high ولا very low؟ very high voltage. very high، ولذلك انا بسترجي اشبك الفولت ميتر in parallel لانه very high ما بخاف يعمل short circuiting عليها. مزبوط. طلعوا على هذا المثال اللي هون، هي هون انا عندي هون خط ضغط عالي وهذا النيوترال مثلا تبعه، رحت انا ما خفت شبكت هذا هون لانه انا عارف انه هذا في له high input impedance ولذلك شبكته in parallel. اذا اشي بدي اشبكه in series شو بفضل يكون ال internal impedance تبعته كثير صغيرة عشان ما يعمل عشان ما يأثرش ما يأثر على الدائرة اللي موجودة. فأنا لما بحط شغلة إن سيريز بدي إياها تكون very very low impedance، ولذلك الأميتر إيش الانترنال impedance تبعت الأميتر مفروض تكون very low ولا very high؟ very low. تمام. ولذلك إذا بتشوفوا إذا عمرها صارت معكم في المختبر ممكن أنت كنت تقيس في دائرة على الأميتر حاطتها على الأميتر setting ورحت أخذت two terminals وبالغلط ما انتبهت شو عملت، أخذت التو تيرمينالز وأنت حاطط المالتي ميتر على الأمبيتر سيتينج وحاولت تقيس فولتج في دائرة، شو احتمال يصير؟ ممكن تسحب شورت كرنت عالي من الدائرة لأنك أنت لما تكون حاطه على الأميتر بتكون الانترنال امبيدنس تبعته فيري لو، فبدك تدير بالك إنه تغير السيتينج. طبعا هذا ما بيصير في الواقع لأنه عادة المالتي ميترز التيرمينالز اللي بشبك عليهم الكرنت منفصل مختلفة عن التيرمينالز اللي بشبك عليهم الفولتج. بس على اي حال هي هون احنا عندنا هي الدائره، هي عندي هون ان سؤال لو سمحت. نعم تفضل.
لما اخذنا في اللاب مع مهندسه هاني في اكسبيرمنتس السيركتس في كان كلامب ميتر تمام كلامب ميتر هو نوع من انواع شكل من اشكال الكرنت ترانسفورمر لكن في نوعين من الكلامب ميترز في كلامب ميترز ما بتقيس غير اي سي كرنت بس تتاثر بالاي سي كرنت هذا كرنت ترانسفورمر هذا زي الكرنت ترانسفورمر اللي بنحكي عنه هون لفه البرايمري قديش لانك انت مررت السلك مره واحده فكانه عدد لفات البرايمري قديش واحده وعدد لفات السكندري بتكون في داخل الاميتر انت صعب انك تشوفها بس الكلامب ميتر هو عباره نوع من انواع الترانسفورمر كانه كرنت ترانسفورمر له عدد لفات قليله بالبرايمر اللي هي واحده بالحاله هاي يعني ما عمر هل طلبت منك المهندس تلف السلك عدد من المرات داخل الكويل ولا بس تمرره مره واحده لا بس ليترلي نحطه فوق السلك 100% والسكندري راح يكون له عدد لفات كتير فهذا راح يعمل بس هذا ما بيقيس غير اي سي ومبدا عمله هو الكرنت ترانسفورمر يعني هو ترانسفورمر بده اي سي لو انك حاولت في هاي الانواع هذا النوع انك تحاول تقيس دي سي كرنت ما راح يقيس عندك الانواع المتقدمه المتطوره هلا صارت حتى تقيس دي سي بتستعمل شيء اسمه الهول افكت ديفايس بكون هول افكت وهدول في منهم هلا يمكن اللي انتم شفرجتكم يا المهندس تهاني كان لفلوك مهندس تهاني ولا كان مش الاصفر لفلوك العادي بلا الاصفر الاصفر فكان يقيس اي سي ودي سي هذا نوعه مش هيك صحيح تمام هو بتغير لحاله كمان يعني مش ممتاز اذا صار هلا انواع حديثه يا جمجوم ممكن هتقيس اي سي ودي سي وانا اعتقادي احتمال كبير انه مبدا عملها مختلف عن الكرنت ترانسفورمر تستعمل مبدا عمل اسمه الهول افكت ديفايس الهول افكت ديفايس اذا ضل معنا وقت بنشوف بنحاول اشرح لكم اياه خلال هذا الفصل ايش مبدا الهول افكت وطبعا هذا له ميزه كبيره انه صار يقدر يقيس اي سي ودي سي والحلو دكتور أنا عجبني إنه قبل شوي كنت بتحكوا إنه مش الأميتر لازم نحطه سيريز طب at very high voltages أو very high currents لو بدي أحط سيريز ممكن أوقف السيرفيس أو طبعا فبنفعش إني أجي أقول والله هلأ أنا جعبالي أقيس رح أحكي للمحافظة كلها إنه رح أقطع إنه الكرنت بدي أفتح أقيس وبعدين أرد أسكر مفروض from day one لما بعمل installation للسيستم أكون مركب الـ CTs تبعتي بس بشكل عام it's inconvenient إني أفتح الدائرة فميزة الكلامب ميتر بشكل عام إنه ما بضطر أعمل interruption للدائرة بجيب الكلامب تبعي بحطه حوالين السلك بدون ما أعمل interruption للدائرة 100% بس الـ CT دكتور لازم إنه يكون مركب من الأول لأنه بنحتاج نفتح فيه الدائرة صح؟ عادة هو خلص رح يجي يقول لك هاي محطة مثلا هون في محطة المحطة هاي رح أقيس فيها بكون مرتب كل السي تي تبعتي من البدايه ومجهزهم محطوطين ان سيريز وخلص بعدين هلا اذا ما بدي اركب اميتر بدي اعمل له بس شورت سيركت لاحظوا هون العكس عملنا اذا ما بدي احط الاميتر هون ايش بعمل فيه شورت سيركت يعني لو عندي كرنت سورس لو انا عندي كرنت سورس والكرنت سورس مش شابكه هي هون نفترض كرنت سورس والكرنت سورس عاده اذا ما شابكه بالدائره بعمل له شورت سيركت الفولتج سورس اذا مش شابكه في الدائره اتركه open circuit هذا اختلاف أساسي ما بين current source و voltage source فهون في هذا المحول هذا الترانسفورمر راح تلاحظوا انه MP أصغر بكثير من NS عدد لفات البرايمري أقل بكثير هذا عكس اللي كان عندنا هون هون عندنا عدد لفات البرايمري كان أكبر بكثير من عدد لفات السكندري لأن هون كنا ننزل الفولتج هون بالحالة هاي أنا بدي أرفع الكرنت فعفواً هون بدي أنزل الكرنت فلازم أرفع الفولتج ففي خطورة كمان إذا أنا تركت الـ A مش مشبوكة هون بين هدول السلكين رح يبين فولتج عالي جداً مش أنا رفعت الفولتج حتى لو كان الفولتج هون صغير فكمان من السيفتي حتى من ناحية سيفتي إذا أنا مش حاطة الأميتر هذا كويس أن أحط شورت سيركت هون بحالة الكرنت ترانسفورمر تمام واضح الشباب خلينا نحل كمان مثال عليها هاي بالله وقف إذا حبيت توقف التسجيل مهندس تهاني ونرد نتابع نكمل خلصنا الابليكيشنز دكتور نعم هيك خلص